طيب الآن اليوم بدنا نحكي اكزامبل على الكليبر. اكزامبل اللي هو أمامنا اكزامبل 2.7. Find the output of the parallel base clipper in figure 2.23a. For simplicity, assume V gamma equal to 0 and RF equal to 0 for both diodes. اثنين اللي هم ال RF و V gamma 0 متساوي ل 2. طيب حتى نحل هذا السؤال بدنا نحله بنفس ما كنا نستخدم مع الريكتيفاير. إذا بتتذكروا الريكتيفاير كنا نجزئ الحل لبوزيتيف هاف فاليو ونيجاتيف هاف فاليو، مش هيك؟ فهون بنفس الطريقة بدنا نحل السؤال. فخلينا نيجي على البوزيتيف هاف فاليو، هل لكم اياه على السلايدات؟ شو رايكم؟ على الوايت بورد؟ خلينا نحله على الوايت بورد. دكتور؟ نعم. بس اغلبك في صوت مشوش على صوتك شوي، مش واضح. شوي لحظه شوي خليني اشوف. لحظه شوي. هيك احسن؟ ايه دكتور تمام. طيب هاي السؤال تبعنا، شايفين انتوا الوايت بورد مش هيك؟ واضح نعم. طيب اللي بدنا نساويه كالتالي، بدنا زي ما حكيت لكم نستخدم نفس الاسلوب اللي استخدمناه بالريكتيفاير عشان نحل السؤال. طبعا الان يعني اول بدي اشوف انا اقسم الحل لبوزيتيف هاف سايكل ونيجاتيف هاف سايكل. خلينا نشوف بالبوزيتيف هاف سايكل. هاي البوزيتيف هاف سايكل راح يكون انا عندي دي 2 اكيد اوف، لانه جاي موصل، واضح انه وصل بالريفرس بايس، يعني هذا اللي هو دي 2. طيب بالنسبة لـ D1 نسوي KVL على هاي اللوب ونشوف متى بيكون on ومتى بيكون off، اللي هي minus V input
زائد I في R 1 زائد I في R 2 زائد VD 1 زائد V 1 equal 0. الآن بفترض أنه died off، فتكون هاي صفر وهاي صفر، فتصفي عندي VD 1 تتساوي إيش؟ V input زائد V 1. الآن هاي لازم تكون أكبر من، إذا كانت أقل من فيجن تكون died ماله off. دكتور V input ناقص V 1 بس هون، إنه بننقله على الجهة الثانية صح؟ أنا نقلت. هاي مزبوط ناقص. تمام؟ طيب هاي الحالة إذا كان D1 off و D2 أصلاً off، شو تكون قيمة V output؟ اللي هي V input نفسها؟ V input لأنه ما في عندي تيار، فبالتالي بصير كيف على هاي الأوتر لوب، وهي المقاومة عليها الفولتج صفر اللي هي R1، فتصفي عندي V output بتساوي V input. في شيء أنا هون ما كملته اللي هو خليني أحط V input على طرف وبقية المعادلة على طرف اللي هي هيك، خلينا أكتبها هون. خليني احط انه ايش V input اقل من V1 زائد V gamma. تمام. طيب بالعكس اذا كانت V input أكبر من V1 زائد V gamma، بهاي الحالة شو تكون الديود؟ 1 on. وإذا كان الديود 1 on شو تكون قيمة V output؟ خلينا نشوف والله البي اوت شو تساوي. هاي عندي الدائرة، الآن D2 off و D1 on. تمام؟ فهاي اللوب عندي هيك بهذا الشكل، أو عفوا V output، خلينا نحكي إنها V output بتساوي هاي، هاي V output الفولتية اللي هون اللي هي نفس الفولتية اللي هون، هاي open circuit فخليني أنساها. فإذا هي إذا مقاومة على R2 زائد مقاومة على D1 زائد مقاومة على V1، فإذا شو بتساوي؟ بتساوي المقاومة على R2. كم المقاومة على R2؟ فولتج ديفيجن. تذكر إنه هاي D1 بنشيلها بحط مكانها باتري، بصير عندي مقاومتين وعندي هون فولتج سورس وعندي هون فولتج سورس، بتصير هيك بهذا الشكل. R2 على R1 زائد R2 مضروبة في V input minus V gamma minus V1. طيب زائد الفولتية على الدايود هي كم؟ زائد V gamma زائد الفولتية على الباتري هي كم؟ V1. خلينا أحط لكم إياها بالأرقام ناشية هيك، ما دام عندنا أرقام بالسؤال ليش ما نستخدم الأرقام؟ R2 على R1 في R2 كم؟ نص صح؟ لأنه كل واحدة 10 10 كده. V input خليها V input زي ما هي، لأنها متغيرة مش رقم. V gamma صفر،
V1 2 زائد 0 زائد 2 فهي المعادلة. طيب خلينا نيجي على الحالة الثانية. أي حالة اللي هي النيجاتيف هاف سايكل. طيب النيجاتيف هاف سايكل T1 off بالمقابل خلينا نشوف بالنسبة لD2 شو الوضع. فخلينا نساوي KVL على هاي اللوب اللي هي minus the input minus the VD2 صح minus VD2 minus V2 بتساوي صفر. أنا نسيت إشي كمان صح نسيت تر نسيت الR1 خليني أضيفها هون خليني أضيفها بالآخر مش مشكلة هي لازم تيجي ثاني إليمنت لازم تيجي هون بس خليني أضيفها بالآخر زائد ID في R2 بتساوي صفر. أسيوم إنه الدايت أوف دكتور R1 مش R2 صح؟ R1 نعم صحيح أسيوم إنه أوف فبهاي الحالة بدها تصير عندي أنا هاي صفر بدها تصير عندي VD2 شو تساوي minus V input minus V2 لأن إذا كان هذا الكلام أقل من V gamma طبعا V gamma صفر أنا عندي هون في هالسؤال يكون الديود off بهاي الحالة وبالتالي إذا كانت minus V input أقل من V2 plus V gamma يكون الديود off خلينا نضرب كل معادلة بناقص وبالتالي إذا كانت V input أكبر من V2 minus V2 minus V gamma يكون الديود off بهاي الحالة شو تكون قيمة V output؟ هي نفسها V i هي نفسها V i هي نفسها VI تمام فإذا V output بدها تكون بتساوي VI إذا كانت
إذا كانت V input أصغر من minus V2 minus V gamma. بهذه الحالة شو تكون قيمة V output؟ كفيل صح؟ اللي هي هاي. وتذكروا ان الدايد الان راح يكون اون. فتكون في اوت بتساوي ماينس في جاما ماينس في 2. اذا بدي احطها بالارقام كون الارقام موجوده عندي في اوت بتساوي ماينس ال في عندي اشي غلط انا بالسؤال. نعم تطلع ماينس 4. لا هي لازم تطلع ماينس 4. لازم تطلع ماينس 4. في جاما صفر صح هون؟ نعم ماينس 4 صحيح. فهيك تطلع. انا خفتها تطلع 4 بالموجب. لا هي لازم تطلع من ماينس. فهذا هيك بصير السؤال. تمام واضح. واضح. طيب لو بدي ارسم الرسمة أول شيء خليني أحدد أول إشي ال V1 plus V gamma اللي هي 2. هاي 2 خلينا نرسم 2. طيب عندي هون أوميجا T وعندي هون V output. طيب هاي عندي 2 وخليني أحدد كمان هاي اللي هي ناقص 4 ناقص V2 صح؟ هاي ناقص 4 هاي ناقص 4 وخليني أرسم الساين ويف. نسيت أرسم الساين ويف. هاي الساين ويف. الساين ويف شو أكبر قيمة لها حسب السؤال؟ 6. متأكدة؟ لانه السؤال هي صح 6. هاي 6 خلينا نحط هون ناقص 6. فيك راح تكون السيجنال. من ناقص 6 ل 6 صاير. طيب الان لما تكون في انبوت اكبر من هذا المقدار خلينا نجي عليهم. خلينا نروح على السلايدات. خلاص اتوقع هون بكفي. اتوقع موجود الباقي بالسلايدات بس خلينا نتاكد انه موجود او لا. مش موجود. طيب خلينا نرسمه هون. الله بعيننا. طيب الان خلينا نيجي على المنطقه اللي بالنص اسهل واحده اللي هي ما بين 2 وناقص 2. او خلينا نكتب كل فانكشن مره ثانيه بشكل اسهل. يعني هاي في اوتبوت. في output بتساوي نيجي من الأصغر للأكبر. في output بتساوي ناقص 4 لما تكون في input أقل من ناقص 4. خلاص عوضت أرقام على طول. وبتساوي في input لما تكون في input ما بين إيش وإيش أكبر من ناقص 4 وأصغر من 2 صح؟ ولا في عندي صحيح. وبتكون بتساوي نص
في V input ناقص 2 زائد 2 لما تكون V input أكبر من 2. أبدي أرسمها صح؟ شيء. طيب نيجي على المنطقة هاي تحت الناقص 4، يعني هون بالمنطقة هاي في output بتساوي ناقص 4، هاي هون ناقص 4 في output باللون الزهري. طيب بالنص ما بين ناقص 4 وناقص 2، يعني ما بين هذا الخط وهذا الخط، في output بتساوي في input، يعني منطبقات، يعني هيك. تمام. طيب بضل عندي هاي اللي بالاخر، بهاي الحاله في انبوت في اوت بتساوي نص في انبوت ناقص 2 زائد 2. طيب خلينا والله عشان نعرف نرسمها خلينا نعوض النقاط، مثلا خليني اعوض بالسته، عند السته طبعا شو بدها تساوي في اوت بوت، خلينا نحط هون سته، سته ناقص 4 2 عفوا، سته ناقص 4 4 عفوا، 6 ناقص 2 4 ضرب نص 2 زائد 2 4، فعند الستة تصير ايش؟ 4 هون تقريبا. خلينا نعوض 5 او خلينا نعوض 4، ليش 4؟ خلينا نعوض 4، ما عنديش رقم فردي، رقم زوجي. 4 4 ناقص 2 2 ضرب نص 1 زائد 2 3، فهون 3 عند الأربعة 3 هون، لما تكون في انبوت 4 تكون في اوت 3، هون نفس الشيء راح تكون 3. طيب عند الاثنين عند هاي النقطة 2 ناقص 2 0 زائد 2 2، فعند الاثنين 2، فهيك راح تصير. فإذا شو راح يصير بالسيجنال؟ هون راح يصير لها كليبينج بهاي المنطقة، هاي المنطقة صار لها يعني تغير الشيب تبعها، صار لها ريسايزنج يعني صغرت شوي. فخلينا نشوف بالسلايدات، واضح؟ قبل ما ننتقل على السلايدات في حدا عنده سؤال؟ نروح على السلايدات. دكتور؟ نعم. لو سمحت بتقدر تعدل لي كيف طلعت الـ V output اللي هي نص V input ناقص 2 زائد 2؟ اللي هي بالبوزيتيف هاف سايكل، هون قصدك؟ هون. طيب هو هاي ال هاي الدائرة، الآن بهاي الحالة احنا عرفنا انه هذا الدايود اون وهذا اوف صح؟ هل لحد الآن هون ما فيش مختلفين عليها ولا لا؟ لا تمام. طيب V output اللي هي الفولتيم هون لهون، كونه هذا open circuit ما بعرف أنا كم الفولتي على open circuit كونه off، فخليني أجعل على هذا هاي هذا البرانش، يعني V output هاي الفولتي اللي هي من هون لهون صح؟ تمام. كم الفولتي من هون لهون؟ أول شيء في عندي V2، هاي V2 وفي عندي هاي V gamma، هاي في جاما، طلع عندي هاي R2، كم الفولتية على R2؟ يعني اللي هي المقاومة قمة التيار اللي هي ID اللي طلعت معنا. أنا سويت فولتج ديفيجن بس بإمكاني أستخدم زي ما أنت حكيت المقاومة ضرب التيار. خلينا بالله نستخدم المقاومة ضرب التيار. تمام. هي عبارة عن I1 نسميه هو I1 ضرب R2 صح؟ طيب كم I1؟ بهاي الدائرة مفروض نفسها ID تطلع معنا، اللي هي كم؟ هاي أنا عندي هيك الدائرة، هو
هون هاي في جاما تيتا صفر بديش احطها من ورا صفر شورت سيركت. كم التيار هون؟ بنعمل KVL بس مشكلة قيمة VI ما نحن متغيرة فكيف نطلعها؟ بدلالتها. طيب خلنا نعمل KVL minus DS زائد I أو ID نفس الشيء في R1 زائد I في R2 زائد V2 تساوي صفر. فإذن I كم؟ VS ناقص V2 على R1 زائد I2 R2. إذن VR2 كم؟ صح؟ صح. تمام. يعني اللي هي هاي اللي هي هاي. تمام. طب دكتور سؤال تاني لو سمحت. اللي هي هاي وهاي طبعا V1. انا ليش حطيت V2 هون؟ هاي V1 مو V2 مش V2 هاي V1 تمام. هاي V1 تمام. نعم شو السؤال دكتور؟ هلا هون شو قصدك بالضبط بالبوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل؟ يعني فوق محور السينات او انه لما في اس بتساوي صفر وتحتيه؟ ايوه يعني مش هاي ساين ويف بتتغير هيك؟ شايفتها هي باللون الازرق هي بتتغير هيك؟ فالبوزيتيف هاف سايكل القيم الموجبه يعني بالبوزيتيف، والقيم النيجاتيف هاي اللي تحت تحت محور السينات اللي بالسالب. واضح؟ تمام. يعني مرة عملناها لما كان فوقيه، مرة طلع معنا on والقيم اللي ديود فيها on والقيم اللي في ديود فيها off، ونفس الاشي بالنيجاتيف مرة on ومرة off. نعم صحيح. هذا الحل مشابه جدا لحل تبع سؤال الريكتيفاير، يعني نفس الطريقة حليته صح؟ طيب شكرا. كملنا. حدا عنده سؤال قبل ما ننتقل على السلايدات؟ طبعا هذا السؤال موجود بالكتاب اكزامبل هو، بس ما بعرف هو حل حل انه اتوقع بتفصيل زي هيك بالكتاب. في حدا عنده سؤال؟ طيب خلينا نرجع على السلايدات. هذا هاي محل ما احنا كنا نشرح هذا السؤال. وهاي عندي هون الحل تبعه نفس الدائرة اللي رسمناها بس ارتب من دائرتنا. تمام. فاذا هيك بنكون كملنا الكليبرز. طيب شايفين عند الستة طلعت عندهم أربعة، فهيك بنكون كملنا الكليبرز. والآن خلينا ننتقل للكلامبر اللي هي كمان دائرة ثانية بتغير شكل السيجنال. الآن هذا الكلامبر شوفوا عندي هون كاباستر دايود بهذا الشكل موصلين مع بعض. خلينا عشان نبسط على حالنا نعتبر انه ار اف صفر وفي جاما صفر، وفي انبوت عباره عن في ام ساين اوميجا تي يعني سينوسويدال سيجنال. تمام. طيب برضو خلينا نعتبر انه نشتري اذا كاباستر از ان تشارجد يعني في سي عند تي ايكوال تو زيرو خلينا نعتبرها صفر. الآن بلش الانيشال فولتيه هون على صفر،
وهاي السينوسويدال سيجنال حكينا، فبلشت بدها تزيد في انبوت صح، وش كانت عند الصفر فبتزيد. طبعا اول ما تصير فوق الصفر وهاي عندي فولت يعني صفر، الدايت هذا الفولتيه راح يكون، هذا الدايت راح يكون اون صح، لانه في جاما تريته صفر مش هيك؟ سوينا اسامبشن صار اون. كم راح تكون قيمه في سي بعد ما يصير اون؟ تذكروا اون وفي جاما تريته صفر يعني زي كان الفولت عليه دروب صفر صح. فكم راح تكون في سي؟ راح تكون في سي بتساوي في انبوت. تمام، يعني هاي عندي هيك، هاي الساين ويف، هاي الفولتية على الكاباستر بتساوي في سي في انبوت اللي باللون اخضر هذا في سي. طيب لحد ما يصل هون عند الماكسيمم، لما يوصل عند الماكسيمم شو بيصير؟ after في انبوت reaches its maximum value اللي هي في ام، في انبوت starts to decrease. اذا بتلاحظوا هاي باللون الاحمر في انبوت بلشت تقل لانها ساين ويف. طيب واحنا بنعرف من المره اللي فاتت حكينا انه الكاباستر لما تزيد عليه الفولتيه كيف بتزيد؟ بدخل التيار بهذا الاتجاه وبصير يشحن وبتزيد عليه الفولتج. الان اذا في سي بدها تقل لازم التيار يخرج بنفس الاتجاه، بس احنا بنعرف ان التيار مستحيل يمشي بالدائره بهذا الاتجاه. ليش؟ لانه هذا الدايت بيمر التيار فقط باتجاه واحد بهذا الاتجاه، مستحيل انه يمر التيار بهذا الاتجاه. فاذا هذا الكاباستر راح يشحن بس وما راح يقدر يفرغ، لانه ما راح يقدر يطلع منه تيار. In order for the capacitor to discharge, the current has to flow out of the capacitor, but the diode is unidirectional and the capacitor does not discharge. فما راح يقدر يفرغ الكاباستر. فاذا الفولتيه هون ايش؟ بدها تثبت هيك على الكاباستر. بما ان الفولتيه تثبت هيك على الكاباستر، الدايت هذا راح يكون ماله اوف بكل الفتره هاي لحد ما يوصل لهون لعند الماكسيمم مره ثانيه. طبعا عند الماكسيمم هون المفروض الدايت شو ماله؟ يصير اون، ولكن ما بلحق يصير اون، ولا هي الفولتيه مره ثانيه قلت، فبرضه الكاباستر ما بيفرغ وبضل هالفولتيه ثابته على الكاباستر بهذا الشكل، وبالتالي بضل زي كان الدايت ماله اوف على طول. طيب فهذا اللي بصير بالدائره هاي، هاي عندي في انبوت وهي الكاباستر بشحن باول ربع بعدين ايش تثبت الفولتيه فيه. طيب بهاي الحاله كم تكون قيمه في اوتبوت؟ كي في ال ماينس في انبوت زائد في سي زائد في دي equal to zero. خلينا نحط في اوتبوت، هاي لانها في اوتبوت في دي او في اوتبوت اوبن سيركت اصلا هو الدايت. اذا في اوتبوت شو تساوي؟ في انبوت ماينس في سي. في سي كم قيمتها؟ حكينا هيها ثبتت في سي، صارت قيمتها في ام، فاذا قيمتها في ام، فاذا في اوتبوت تساوي في انبوت ماينس في ام. يعني هي نفس قيم في انبوت، ولكن كل نقطة من نقاط في انبوت نزلت بمقدار في ام. في ام قيمة ثابتة اللي هي هاي في ام، خلينا نحكي مثلا 10 فولت، فهيك تصير شكل في اوتبوت. كل نقطة بتنزل بمقدار في ام، يعني هاي تصير هون، هاي تصير هون، هاي تصير هون، هاي تصير هون، وهكذا اللي هي هاي. تمام، فاذا هاي في اوت في انبوت ماينس في ام. فاذا هذا هو الكاباستر، عفوا هذا هو الكلامبر. في حد عنده سؤال؟ دكتور ممكن تعيد كمان مره ليش تنزل الفولتج؟ لانه هاي كل في اوتبوت صارت هاي الفانكشن تبعتها في انبوت ماينس في ام. شو يعني في انبوت ماينس في ام؟ في انبوت هي عباره عن ساين ويف، في ام كونستنت ثابت اللي هو هيو. فكيف درسمها؟ يعني في اوتبوت هي نفس في انبوت، ولكن كل نقطه من نقاط في انبوت تنزل بمقدار في ام. تمام واضح دكتور؟ نعم. طيب ما احنا حكينا انه كل الجهات الدايت بتكون اوف صح عشان كده بيكون ثابت. طيب
ليش عشان نسبة open circuit. تمام بس ليش بالرسمة الثانية إنه نزلت الرسمة؟ الآن في output شو بسوي قيمتها؟ هاي open circuit open circuit صح؟ خلاص بطل دايت صار open circuit. في output شو قيمتها؟ هيك يعني. في output شو قيمتها؟ أكيد راح تكون minus VC زائد في input. شو سؤالك؟ إنه سؤالي إنه دائما هي الديود تكون open circuit تمام؟ فليش إنه قبل كانت إنه V input تساوي ال V I input والثاني بعدين لا صارت V I ناقص V M. بالله عيد سؤالك شوي خلينا بالله مرة ثانية إذا سمحتي. إنه دائما على كل الجهات بتكون اللي هي open circuit تمام؟ صحيح. فليش إنه صار في عندي رسمتين؟ بما أنه على كل الجهات هي المفروض تكون عندي رسمة واحدة وبس صح؟ وين الرسمتين؟ الرسمة الثابتة والرسمة اللي نزلت لتحت. طيب هاي الرسمة هاي رسمة VC هاي رسمة الفولتج على VC على الكاباستر تمام؟ بالنسبة لهاي الرسمة خلاص ما كنت فاهمة هاي الشغلة تمام. فهاي رسمة V input بس عشان بقية الزملاء هاي رسمة V input هاي V input sign signal هاي الرسم اللي هو رسمة VC اللي هو الفولتية على VC شو بصير بالـ VC VC بشحن 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 بعدين بوصل أكبر قيمة بعدين ما بقدر يفرغ فبتثبت عليه الفولتية وتصير قيمتها VM يعني VC max بتساوي VM تمام. وهاي الرسمة اللي هون اللي هي V output اللي هي الفولتية اللي هون اللي هي ناقص VC ناقص V input اللي هي طبعا VC maximum طبيعتها شو صارت VM ف V input minus VC يعني minus VM فهيك الرسمة تبعتها. في حدا عنده كمان في حدا عنده سؤال؟ إيه دكتور يعني ما بيمر تيار بالديود؟ لا خلاص بكون open circuit بعد الربع الأول بعد هذا الربع steady state solution تبعه خلاص open circuit. تمام؟ ما بيمر فيه نعم. لما صارت V input اللي هي صفر أو أكبر شوي يعني قبل ما يوصل للماكسيموم ليه حكيت إنه بديود بصير وقتها on؟ هون قصدك؟ قبل ما يوصل للماكسيموم رسمت رسمة هون قصدك؟ ولا هون؟ بالبداية بالبداية قبل ما يوصل للماكسيموم ويصير off نعم. ليش هون كان on؟ بس سؤالك؟ بالضبط. طيب الآن هاي الفولتي كانت عليه صفر صح؟ من initial voltage خلنا نسوي KVL minus V input زائد VC زائد VD تساوي صفر VD بيساوي V input minus VC صح؟ إذا كانت هاي أقل من في جام كنت dead off إذا كانت أكبر أو يعني خلينا يساوي نحكي بيكون ماله الديود on صح؟ صح. طيب بالبداية هاي كانت صفر V input كم؟ صفر بلشت V input تزيد تمام؟ فمعناته هذا الديود شو راح يصير؟ هاي راح تصير أكبر من في جاما يعني ها أو عرفتي أو بتساوي في جاما يعني بتساوي صفر في input minus VC صفر ناقص صفر صفر فيعني بلش إيش يصير الديود يشتغل لأنه هو بحتاج لزيرو فولتج حتى يشتغل لأنه في جاما تبعته زيرو لأن كل ما بتزيد في input بده يضل VC تزيد والديود شغال 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 لحد نقطة معينة هنا VC بتثبت بتصير VM V input بتبلش تقل بتصير أقل من VM فهاي المعادلة بتصير أقل من VM فهون بصير ديود أوف فبهذا الربع كان on بعدين صار off لأنه كانت V input minus VC بتساوي صفر أو بتساوي VM فكان الديود on هون واضح؟ تمام
لكن بعد هيك خلص في انبوت ظلت اقل من في سي لانه في سي وصلت الماكسيمم وفي انبوت صارت تكون اقل من في سي، فعشان هيك بطل اشتغل الدايت. تمام. في أسئلة أخرى؟ طيب احنا عشان سهل على حالنا الموضوع ما نحكيش والله الربع الأول وكيف زاد الـ VC وكذا، خلاص بدنا نسهل على حالنا السؤال. خلاص لما نشوف كلامبر السؤال بنساوي لجزئين، بنقسمه لجزئين ونحله بسرعة، يعني سهل كثير بصير زي هيك. هاي عندي هنا مثلا كلامبر، بيجي على السؤال وبنساوي KVL، بنساوي KVL والديد اون اللي هي يعني الربع الأول، بس احنا بدناش نحكي الربع الأول خلاص، والديد اون وبحسب VC max. بعدين بساوي KVL مرة ثانية، والمرة الثانية بعتبر الديد اوف اللي هي الستيدي ستيت اللي هي بعد الربع الأول، بعتبر الديد اوف. والمرة هاي بدل ما أوجد VC max خلاص VC max أوجدتها من الجزء الأول، بوجد V output. فهذا كله حل تبعي. فمثلا بالنسبة لهذا السؤال خلنا نسوي KVL والديد اون، ماينس VS زائد VC زائد VD زائد VB بتساوي صفر. بحط VC على طرف بقية المعادلة على طرف، فبصير عندي VC بتساوي VS ماينس V. اكتبها كتاب أحسن، خلينا أكتب يعني هو مكتوب هون بس مش مشكلة، خلينا أعيده. هاي ماينس VS زائد VC زائد VD زائد VB بتساوي صفر، فبالتالي VC بتساوي VS ماينس VD، بنحط مكانها V جاما لأنه الديد أون حكينا بالربع الأول، حكينا الديد نعتبره أون صح، ناقص V جاما ناقص VB بتساوي صفر. طب أنا بدي أوجد VC max بالKVL الأول مرة، أنا عندي هاي ثابت، هاي ثابت، VS تتغير، فإذا كانت هاي VC max VS شو لازم تكون؟ برضه كمان max لأن اثنين شرطهم موجبة صح؟ بدون تساوي صفر. نعم؟ بدون يساوي صفر آخر إيش؟ بدون يساوي صفر، بدون يساوي صفر. وبالتالي VC max شو تساوي؟ VS max لي كم؟ VM ناقص V جاما ناقص V. بساوي KVL مرة ثانية، والمرة الثانية الديد أوف، وبدي أوجد V output. كونه هون عندي open circuit خليني أوجد V output خلال هاي اللوب الكبيرة. واضح إنه V output هي عبارة عن minus VC زائد VS اللي هي هيها. بحط VC max قيمة هاي اللي هي هون، فبصير معادلة بهالطرف. طبعا بدي أنبهكوا على شغلة بالنسبة للبولاريتي ريت كاباستر، أنا مرة بامتحان الامتحانات أعطيت الطلاب سؤال كنت مخربط بالبولاريتي هاي، أعطيتهم هاي بلس وهاي ماينس، فهم حلوا السؤال طبعا كلياتهم طلع معهم السؤال غلط. أنت معاي؟ معك. طيب إيه دكتور بس هون ليش عنا عملنا في نوت بدل ما نحسبها في سي ماكس ثاني وخطوة؟ لحظة شوي بالله، وين قصدك؟ ثاني خطوة find في نوت while the data is output. find في output. هاي في output لما نوجد في سي ماكس، مش هو اصلا الهدف، الهدف انه نوجد في اوتبوت. تمام، انا عندي هاي في انبوت والهدف اني اوجد في اوتبوت، فكيف بدي اوجد في اوتبوت؟ بقسم الحل لجزئين، اول شيء الجزء الاول بيكون الربع الاول، طبعا هو بيمثل الربع الاول الديد اون، وبوجد قيمه في سي ماكس. الجزء الثاني خلص بعد الربع الاول صار ديد اوف، بصير ديد اوف وبوجد في اوتبوت،
وطبعا بستخدم في سي ماكس اللي اوجدها بالخطوه الاولى. واضح شو جاوبت على سؤالك ولا لا؟ واضح واضح تمام. طيب انا كنت احكي لكم يعني انا مره خربطت للطلاب اعطيتهم هاي بلس وهاي ماينس، طبعا كل الطلاب حلوا السؤال طلع عندهم اجوبه غلط، بس ما بصراحه يعني صفرتهم يعني ما راعيت اني انا كنت مخربط بالاشارات. تعرفوا ليش؟ لانه لازم انتم تعرفوا شو الاشاره، يعني هذا الدايود بهذا الاتجاه بمر فيه التيار، فاذا التيار راح يكون هيك بهذا الاتجاه، واحنا بنعرف ان دائما التيار يفوت على القطب الموجب، فاذا هيك هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب. فانت لما تيجي على سؤال زي هيك فبعديها انا بصراحه بطلت احط الاشاره على الكباستر، صرت اتركه بدون اشاره كل الامتحانات، صرت اتركه بدون اشاره، وصرت خلاص اعتمد انه ايش الطلاب او انتم لازم تعرفوا شو الاشاره. اول ما تيجي على السؤال بالبدايه بتتفرج على الدايود، وبعدين بتيجي تحدد اشاره الكباستر، بتحكي انه دائما الاشاره الموجب مكان ما بفوت التيار، والدايود بحدد لك اتجاه التيار صح، لانه هو يوني دايركشنال، فبتعرف انه التيار هيك بهذا الاتجاه، فبتعرف انه هي لازم يكون بلس ماينس. تمام واضح. طيب بعد ما يصير عندي السيجنال هيك بهذا الشكل نقدر نرسمها، نقدر نرسمها. هذا كلياته عبارة عن رقم، يعني ممكن يكون مثلا 4. فكيف نرسمها؟ في output هي نفسها VS، ولكن كل نقطة من نقاط VS بدها تنزل بمقدار 4 مثلا، هاي على سبيل المثال هيك، هاي نفس السيجنال ولكن كلياتهم نزلت بمقدار كم المقدار؟ حسب قيمة VB و VR و V gamma. تمام. ممكن تكون الانبوت ساين ويف، ممكن تكون مش ساين ويف، ممكن تكون سكوير ويف، ونفس الشيء هنا نزلت بمقدار. طبعا بامتحان يعني معظم الاسئله في الكتاب، انا بجيب من اسئله الكتاب، معظم الاسئله الكتاب تكون سكوير ويف، فالطالب لانه متعود على ساين ويف برسم لي الاوت، يعني تكون الانبوت سكوير ويف والاوتبوت ساين ويف. طبعا ما بصير بحط له صفر لانه هي نفس السيجنال ولكن نزلت بمقدار، شفت الاسفل يعني نزلت بمقدار. تمام واضح. في اي اسئله؟ نحل لكم اكزامبل. يفضل لو كان اكزامبل على السكوير عشان نكون متعودين. اسوي لكم اكزامبل على السكوير نفس الشيء. تمام. انت شو اسمك عفوا؟ اسمي عبد الرحمن محمد. دكتور عبد الرحمن؟ نعم عبد الرحمن. هي نفس الاشي بس انه ايش؟ شكلها سكوير يعني، بس يعني مثلا خليني هسه افتح لك اكزامبل، بس قبل ما احكي لك الاكزامبل يعني اوضح لك كيف نفس الاشي. لا بس انه كيف صرت المعادلة يعني؟ يعني مثلا هون هاي خليني اعوض ارقام، يعني خليني احكي مثلا في اس عبارة عن 10 ساين أوميجا تي. تمام. في أم معناته كم تكون قيمتها؟ 10 صح؟ يعني في أم هاي صح؟ صحيح نعم. طيب خلنا نعتبر إنه في جاما 1 فولت، بديش اعتبرها فولت سوري، اعتبرها 1 عشان اسهل لحالي. وفي بي خلينا نعتبرها 5 فولت. كيف راح تصير الرسمه؟ هاي المعادله راح تصير، المعادله هي عباره عن في اس ماينس 10. انا كبرت هيك ماينس 10، لا خلينا نختار ارقام احسن من هيك. طيب دكتور مش احنا اسيومد انه الفي جاما يساوي صفر؟ هاي جنرال كيس، هاي اسيومد انها صفر، يعني بالبدايه عشان انا احلل لك السؤال وافهمك شو اللي بده يصير بالضبط.
بس الجنرال كيس في قام ممكن يكون لها قيمة ولا لا؟ فبالآخر بغض النظر هي صفر أو قيمتها واحد، أنت بدك تعوض هون قيمتها. تمام؟ تمام تمام دكتور. فالآن بغض النظر شو رقم راح يطلع عندي هون، فرضا أنه طلع عندي ناقص 16، مع أنه هو رقم كبير أنا أصحاب هالأرقام. فأنت كل نقطة من النقاط في إنبوت بتنزل بمقدار 16 للأسفل، صح؟ فرح تصير هيك السيجنال، هيك راح تصير هاي مثلا الإنبوت، راح تصير الأوتبوت هيك. يعني هاي بتنزل مقدار 16 راح تصير هون، هاي راح تصير هون، هاي راح تصير هون، هاي راح تصير هون، هيك راح تطلع السيجنال. يعني راح تنزل أسفل بمقدار 16. تمام؟ طيب إذا كان سكوير ويف من 10 لناقص 10، من 10 لناقص 10، كيف تنزل نفس الشيء بتنزل مقدار 16؟ يعني بدل ما هي 10 بتصير هاي ناقص 4 مثلا، بدل ما هي ناقص 10 بتصير ناقص 26. يعني بغض النظر شو شكل السيجنال، هو اللي بصير لها انها بتنزل كل نقطة من قيم هاي الفانكشن بتنزل لتحت بس. واضح؟ ايه تمام. طيب نحكي هذا الاكزامبل. Find the steady state. شوفوا ملاحظ هون حط كلمة the steady state. Find the steady state لأنه هو اللي يعني بعد الربع الأول. Find the steady state output of the diode clamper circuit shown in figure. هذا الفيجر. The output V input assumed to be sinusoidal signal whose DC level has shifted with respect to the receiver ground by value B. هاي B. During the transmission assume V gamma equal to zero and RF is equal to zero for the diode. عبد الرحمن يعني مره ثانيه هاي في جاما بهذا السؤال صفر، ولكن راح تشوف انتم بالبروبلمز تبعت الكتاب مره مثلا تكون 0.7 مره تكون 0.6، بالاخر بغض النظر هي صفر عادي يختلف. بس في حالة عامة. نعم، هو انه يعني في حاله عامه بنعوض ما في مشكله شو ما كانت. طيب خلينا بالله نساوي كي في ال. تذكروا كي في ال مرتين، مره ودايد اون ومره ودايد اوف. اول شيء البولاريتي تبعيت الكاباستر كيف راح تكون؟ هي الدايود بهذا الاتجاه، فاذا هي تيار بهذا الاتجاه، فاذا فعلا صحيح هاي بلس هاي ماينس. خلينا نسوي كي في ال، خلينا نسوي كي في ال هيك مثلا، بصير كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. ماينس في بي ماينس في انبوت ماينس في سي ماينس في دي بتساوي صفر. الدايود اون طبعا اول خطوه، فتكون هاي بتساوي في جاما حسب قيمة في جاما. في جاما هون صفر بس ممكن تكون رقم. فبهاي الحالة في سي بدها تساوي ماينس في بي ماينس في انبوت. خلاص بديش احط في جاما لانها صفر. تمام؟ طب انا بدي في سي ماكس. في بي ثابتة، في انبوت بتتغير كونه هاي مضروبة في اشارة ناقص وهاي زائد، فمعناته في انبوت شو تكون مينيمم. تمام؟ فإذا V max بتساوي V input minimum minus VB. VC max بتساوي V input minimum minus V gamma minus VB، هاي حكينا صفر. طيب V input minimum كم؟ هاي السيجنال عبارة عن V input VS sin omega t. V input minimum كم؟ ماينس في اس، صح؟ لما تكون ساين ناقص واحد. طيب ناقص مضروبه في ناقص في اس شو بتصير؟ زائد في اس. ناقص في جاما ناقص في بي. هاي كملت الخطوه الاولى وهنا وجدت في سي ماكس. الان الخطوه الثانيه بيساوي كي في ال، والمره هاي الدايت شو ماله؟ اوف. في اوت شو بتساوي؟ واضح اذا كانت هذا اوف، في اوت بتساوي في سي زائد في انبوت زائد في بي. هاي في اوت تساوي في انبوت زائد في سي ماكس طبعا زائد في بي. الان بحط مكان في سي ماكس قيمتها في انبوت زائد في اس.
ماينس في جاما ماينس في بي زائد في بي، فبتروح في بي مع في بي، فبتصفي في اوتبوت عبارة عن في انبوت زائد في اس، هاي كمان صفر. طبعا يعني هاي في اس هو هون يعني كان اختياره تعيس للرموز في اس، لو انه حطها في ام بتكون اسهل عشان تفهموا اكثر. يعني في اس المقصود فيها هي في ام، هي حاطه كابيتال لتر يعني ها دي سي فاليو، بس مش عارف ليش مسميها في اس عشان بس خربطكم. فاهم يعني هي هاي بتقابل في ام اللي هي معامل الساين. فمعناته شو بده يصير؟ السيجنال كل نقطه من نقاط السيجنال بترتفع بمقدار في ام، ما راح نشوف بدها ترتفع للاعلى. فخلينا هون احنا هذا انسوه، هاي ستيدي ستيت، شوفوا كل نقطه ارتفعت بمقدار في اس. فهي مثلا كانت عندي هون ماكسيمم في اس، شو صارت؟ 2 في اس. وهكذا هاي كانت عندي هون مثلا ناقص في اس، شو صارت؟ صفر. لو كانت سكوير ويف، سكوير ويف هيك اصلا شكلها، هاي هيك راح يكون شكل الانبوت تمام اللي باللون الازرق. شو راح يكون شكل الاوتبوت؟ يا دكتور كانه هو مش بس صار تغير واحد، لانه البيكس مش متساويات بالامبتيتيود. نعم كانه صار اكثر من تغيير، يعني مش بس انه تغير تحركت لفوق، لانه بس السنسور اللي تغير كله. هذا ستيدي ستيت، هذا المطلوب منه. اللي قبل هذا مش ستيدي ستيت، احنا كنا نحكي ستيدي مش ستيدي ستيت بالربع الاول صح، بس هون لا، حتى هون زاد عن الربع الاول، هون ظل انه مش ستيدي ستيت لحد الربع الثالث تقريبا، او لحد الربع الثالث. ليش؟ طبعا ما كان ستيدي ستيت لحد الربع الثالث لانه بسبب توصيلة الدايود، لانه معاكس، لانه اول شيء لانه هاي الكاباستر عندي، لانه اول شيء ظل الدايود اوف بالدورة الأولى، يعني هون لما كان نيجاتيف ظل الدايد أوف، أو عفوا لما كان بوزيتيف، أنا دايد معكوس أنا، فهون كان الدايد أوف، وبعدين بس وصل هون عند النقطة هاي لحد النقطة هاي هون كان أون، يعني هو الدايد كان أون بهاي الربع، بس ربع واحد صحيح، ولكن إجا متأخر ربع شوي، إجا بعد النص الدورة الأولى. لانه هذا كان بالنص الدوره الاولى كلياته كان، وهو موجب يعني كان دائما الدايد اوف. متى بلش يشتغل ويشحن الكاباستر؟ من هاي الفتره من هون لهون. ف الستيدي ستيت طول، احنا بالسؤال اللي قبل لانه كان دايد معكوس، كان دايد هيك اتجاهه، فكنا فقط محتاجين للربع الاول حتى يشحن الكاباستر، حكينا انه الدايد بصير اون بهذا الربع. هون لانه الدايد معكوس كل الربع كل النصف الاول كان الدايد اوف، ما كان يشحن، فقط بلش يشحن من هون، فعشان هيك صار شكل السيجنال بهذا الشكل. يعني هون بالجزء الاول هيك بدها تكون، يعني الفرق بيناتهم في بي هاي في بي لانه دايد اوف والكاباستر فولتي عليه صفر، فالفي اوت بي عباره عن في اس زائد في بي. وبعدين هون بضل نفس الشيء لحد ما نوصل لعند النقطة هاي، عند النقطة هاي بلش يشحن الكاباستر وصارت هيك. وبعدين احنا بهمناش هذا الحكي كلياته عشان ما تخربطوا، ما بهمنيش، بهمني انا ستيدي ستيت. الستيدي ستيت كيف نوجده؟ خطوتين، هاي خطوة أولى وهاي خطوة ثانية. تمام يا عبد الرحمن؟ تمام دكتور، احنا مش مطالبين نوجد اي شيء قبل الستيدي ستيت صحيح؟ هو سهل تقدر توجده، بس يعني بده ياخذ وقت ومش مطالبين، بس بدك عادي تقدر توجد كم قيمه في اوتبوت قبل الستيدي ستيت. خلاص تمام حلو، بس هو السؤال طالب منك الستيدي ستيت. تمام، في حدا عنده اي سؤال؟ واضح الامور؟ الكل فاهم؟ طيب احنا هيك بنكون كملنا تشابتر 2، وبلكي ان شاء الله انا بحط لكم اسايمنت على تشابتر 2. والمره الجايه ان شاء الله بنبلش بتشابتر
5 chapter 5 تمام. في حدا عنده سؤال قبل ما ننهي المحاضرة؟ تمام دكتور يعطيك العافية. طيب معناته يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله بعد بكرة.